طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. صراحة هذا النهار هو يوم مميز، سي ان جور تري سبيسيال، حيت هو واحد اليوم اللي كيحتفل بالمرأة وكيحتفل بالمجهودات ديال المرأة، وكيف ما كيقولوا المرأة هي نصف المجتمع، وأنا بالنسبة لي المرأة ماشي غير نصف المجتمع، فهي المجتمع كامل، حيت والدينا أمنا مرأة، أختنا مرأة، والمرأة كنشوفوا دابا في جميع الميادين هي كتحتل المراتب الأولى في الطب، في الدراسة، في كل شيء، وأنا فرحانة حيت المؤسسة ديالنا احتفلت بهذا اليوم وكنشكرهم من هذا المنبر. بالنسبة أهم مرأة في حياتك؟ أهم مرأة في حياتي هي الأم ديالي بيان سور. تقدر تصل بها تبارك الله اليوم؟ وي بيان سور. كلشي كيبارك لها بلاتي. هي عندك خوتك بزاف؟ لا، عندي خويا واحد. الو الو، ماما حبيبه، شوفي انت مباشره على طنجة نيوز ياك. قلت لك انت مباشره على واحد القناه، وبغيت نقول لك عيد مبارك سعيد، وكنبغيك بزاف، والله يخليك ليا ماما، والله يخليك ديما تاج فوق راسنا، وكنحماق عليك، وانت هي اهم انسانه كاينه في حياتي الحبيبه. والله يخليك ليا، والله يطول ليا في عمرك، وانا بلا بيك راه ما كنسوى حتى شي حاجه. والحبيبه ديالي انت، الله يحفظك ليا، والله يخليك ليا، والله ينورك، والله يجعل ربي يفرح بك ان شاء الله، وتكوني في اعلى المراتب. امين يا ربي. شكرا ماما بزاف، وعيد مبارك سعيد. يلا بيزو. اليوم رنيت عند اصلا عيد ميلاد ماما اليوم. جوايز انيفرسير ماما، كنبغيك بزاف. الله يحفظك، الله يحفظك بليتي. امين 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 ماما، امين. شكرا حبيبي. يلا ماما، الله ينورك. امين يا ربي. امين. سلام ماما. الله، يلا باي باي. باي باي. كيعني لي بزاف، وشكرا للمغرب كامل والعالم اللي كيحتفل بينا، وكنبغي نهدي لماما واحد لابيل من اذاعه ديال طنجة نيوز. انا نصوني لها دابا التليفون عندك انت بالتين. نسيم هبات علينا. الو ماما، صباح الخير، كيف صبحتي؟ مزيانه. انا اليوم كنقول لك عيد مبارك سعيد، عيد المراه من اذاعه طنجة نيوز، ودابا كلشي كيشوفك. قولي لنا شي حاجه. واش عندكم في حياتكم ان شاء الله بنتي، ويوفقكم داكشي اللي بغيتو في حياتكم. امين حتى ماما. امين يا رب. امين كلكم كاع اللي كيسمع تما. امين يا ربي، وانت اللي يطولنا في عمرك، وشي حاجه ان شاء الله يا ربي. يا ربي. يلا باي باي. امين يا ربي. امين. يلا باي باي. سلامه. عيد مبارك لجميع الامهات العالم ونساء العالم، واللي كيقوموا بمجهود، واللي الامهات هما ونساء العالم هما كل شيء، والمراه هي كل شيء. وهادشي اللي كاين. اهم مراه في حياتك هي ماما. تقدر تعيط لها تبارك الله بهذه المناسبه. الو الو ماما. انا نادا. شوف، انا معايا دابا واحد قناه طنجة نيوز، وبمناسبه هذا العيد كنقول لك عيد مرأة سعيد، والله يدخلوا عليك في الصحه والهنا. امين ان شاء الله يا ربي. قول لهم شي كلمه. قولي لك بالنجاح والتوفيق ان شاء الله يا ربي. قول لهم شي كلمه وهم كيسمعوك، كلشي كيسمعك. نتمنى لكل المراه المغربيه ان شاء الله عيد المراه سعيد، والتوفيق للجميع ان شاء الله، ويعيشوا الفرحه والسرور، ويرفع لنا ربي هادشي هذا ان شاء الله يا ربي يا حبيب. ان شاء الله يا ربي. ولكل الامه الاسلاميه. والله يخليك ليلي. امين. يلا بسلام.
السلام. المراه ما عندهاش غير عيد اليوم، هي ما كامله عيد، وكنتمنى لجميع امهات عيد مبارك سعيد. وبلا مراه ما كاينش شي، كلشي هنايا هو المراه. في هذه المناسبه اهم شخصيه اللي تقدر تعيط لها تبارك الله في هذه المناسبه؟ ماما. الو ماما، صباح الخير. كيف سينا؟ بغيت نقول لك بهذه المناسبه دابا كلشي كيسمعك هنا مباشره مع طنجة نيوز، بغيت نقول لك عيد مبارك سعيد عيد مبارك سعيد. وعيد سعيد لجميع امهات العالم. شنو بغيتي تقول طنجة نيوز؟ قول لهم شي كلمه. عيد سعيد لجميع امهات العالم، والله يجعل جميع امهات اليوم يكونوا بخير وسلامه في هذا العالم. الله يخليك لينا دائما. شكرا لك، امين امين. شي كلمه الناس اللي كيسمعوك، شي كلمه الناس اللي كيسمعوك. شكرا وعيد سعيد لجميع مرات العالم. شكرا شكرا صايم. شكرا. وبغيت نوجه تحيه خاصه ماشي غير ماما، حيت كاين عمتي وكاين عزيزه وكاين بزاف ديال الناس اللي هما واقفين معايا وهما اللي كيعاونيني باش نكمل انا في حياتي. صراحه هو نهار كبير وعالمي بصفه عامه، وكتكريم المراه هو صراحه هو واحد النهار اللي مزيان كيفرحنا كاملين حنا النساء المغاربه. وكنتمنى النساء صحه وسلامه وباش ما كيتمنوا، ومزيد من الصبر والتضحيه، وكنوصي الرجال انهم يتهلاو في النساء ديالهم، يبقاو يقولوا لهم كلمه مزيونه، يعني عيب كلمه يقدروا هما يفرحوا، ماشي ضروري يعطيهم كادو ولا شي حاجه. سيتو. بالنسبه لهذه المناسبه، اهم شخصيه في حياتك اللي تقدر تبارك لها هذا النهار؟ اول حاجه هي الام ديالي، وصراحه واحد الانسانه كنتمنى انها تكون هنايا وهي ماشي معنا، اللي هي سهيله السبتي. كنوجه لها تحيه من هذا المنبر هذا، و كيف قلت لك كنتمنوا الصحه. تقدر تتصل بالام ديالك تبارك الله؟ اها واخا. للاسف ما جاوبتي. الرساله اللي كنتي تقولها لها تقولها لها؟ عيد مبارك سعيد، و الله يخطيك علينا، كنتمنى لك الصحة والسلامة، و الله يقدرني نعطيك أكثر من اللي كتعطيني أنتينا. صافي. أهم إنسانة في حياتي وفي الحياة ديال جميع الناس اللي هي الأم، اللي ضحت على قبلنا واللي كتعمل كل شيء على قبل الولادة. دونك كنبغي نوجه رسالة لماما وكنقول لها شكرا بزاف على كل شيء، وعيد مرأة سعيد، والله يطول لك في العمر ويخليك لينا يا ربي. تقدر تتصل بيا؟ واخا. الو ماما. عيد مرأة سعيد، والله يطول لك في العمر ويخليك لينا. انتينا معنا مباشرة دابا على طنجي نيوز، وبغيت نقول لك الله يخليك لينا. هابي ومنز دي. شكرا. كيعني بزاف، كيعني القصة ديالو كبيرة، يعني الناس اللي ما عارفينش القصة ديالو هي قصة مأساوية صراحة، ولكن بقات في الذاكرة ديالنا. بهذه المناسبة لما تبغي تهدي؟ أكيد لماما وكاع الأمهات وكاع النساء في العالم كامل. تقدر تتصل بالأم ديالك؟ واخا. الو ماما. الو صافا. صافا. شوفي،
هابي وومنز داي، عيد مرأة سعيد. شكرا حبيبتي، شكرا. كنبغيك يا ماما. ميرسي بيان، ميرسي بوكو، ميرسي بوكو. ما نسيتينيش. شي كلمه بهذه المناسبه ماما هي تقول مباشرة على طنجة نيوز شي كلمه بهذه المناسبه. ماما قولي شي حاجه. الو الو حبيبتي. ماما قولي شي حاجه بمناسبه عيد المراه. نتمنى لكل بنيته ان شاء الله تكون مراه قادره وتوصل المستقبل بأي طريقة، وتكون بنت مزيانة وتوصل وتكون النتيجة بحال الأم ديالها وأكثر. شكرا. اليوم العالمي للمرأة هو أجمل نهار كيكون عند جميع المرأة المغربية، والمرأة بالنسبة للمجتمع هي المرأة هي أساس المجتمع ككل. ولولا المرأة ما كنظن وقتنا ما كاين حتى شي حاجة. لذلك كنوجه لما تبغي تهدي شي تحية في هذا النهار هذا. كنوجه التحية لأول وحدة الأم ديالي اللي هي مركز لكم بالنسبة لي أنا، وطبعا كاع نساء المجتمع منهم خوالاتي ولات عمي، المرأة بصفة أسرة كاملة بصفة عامة. تصب الأم ديالك تبارك الله. مرحبا. الرسالة اللي كنوجهها لهم هذا المنبر هذا طنجة نيوز، كنبغيك يا ماما بزاف، ولولا ما كاين حتى شي حاجة في الدنيا، والله الله يخليها لي، الله يحرمني منه، والله يحرمني من الوجود ديالها، والله يخليها حتى فوق راسها حتى تشوفني ان شاء الله كيف بغات هي، وتشوفنا وبخواتي كاملين ماشي غير انا بوحديتي.